التعدد الزوجية. يا صديقي، يا من تشتاق إلى زوجة الثانية، تزوج، لا تحرم نفسك من متع الحياة. أنت لم تحيا في هذه الدنيا إلا مرة واحدة، فطالما أنك تعلم أن الدنيا ثانية فتوكل على الله وتزوج الثانية. وإذا كنت ناويا وآزما على هذا الموضوع فلا تتردد، فالتردد مقبرة الفرص. فلا سبيل لإقناع المرأة بزوجة الثانية حتى ولو كانت صهابية. هناك من النساء من تتمنى لزوجها أن يموت ولا يتزوج عليها. دخل رجل على زوجته وقال لها إن الأمير أمر أن يتزوج كل رجل على زوجته بزوجة الثانية، ومن لم يتزوج عليها بزوجة الثانية فسوف تعطى رقبته. فنظرت إليه نظرة فاحشة مدققة مؤبرة وقالت له: يا حبيبي، هنيئا لك الشهادة. لماذا إذا تحدثنا عن موضوع تعدد الزوجات نتهم بأننا قرابين للبيوت، ونتهم بأننا همجيين والشهوانيين؟ أليس هذا مثل الشرع؟ لماذا ندع رؤوسنا في التراب كالنعام؟ كفانا أيها الشيوخ من مجاملة النساء. نحن نتحدث عن غريزة موجودة في الذكور والإناث. ما جاء الناس وما ابتلأت الدنيا بالبشر إلا من خلال هذا الموضوع. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. استطاع أعداء الإسلام أن يقنعون أن الزواج الثاني خيانة لزوجة الأولى. ما شاء الله. أنا لا أدري لماذا يرفض المجتمع عن موضوع تعدد الزوجات. التعدد من شرع الله أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه من فوق سبع سماوات. فوقه ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإن كفتم ألا تعدلوا فواحدة. ونحن مع تعدد الزوجات ولسنا مع تعدد الأشقاق. زين للناس حب الشهوات من النساء، وإن رجل الذي لا يميل إلى النساء ناكس في رجولتي، مشكوك في فضولتي، متهم في غريزتي، ضعيف في إرادتي. والنساء كالبحر، كلما شربت منه ازداد عطشا. والنساء كالبحر، كلما شربت منه ازداد عطشا. فنحن مع تعدد الزوجات ولسنا مع تعدد الأشقاق. لماذا أيتها الزوجة الثانية تنظرون إلى زوجة أنها إنسانة متضفلة، وتنظرين أنها إنسانة سرقت زوجا من زوجته وأبل من أطفاله وبيته، مما يدفعها إلى الانسحاب وطلق الطلاق بسبب موافقتها إلى إنسان متزوج. المرأة التعدد بالطبيعة.